الحلوة والحلوة العودة. انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لابنة الفنانة الكويتية إلهام الفضالة، ظهرت فيه مع والدها خليل التميمي وهما يغنيان ويرقصان سويا. وقد تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الفيديو بشكل كبير، معتبرين أن طليق الفنانة الكويتية يحاول استفزازها وإثارة غضبها من خلال استغلال أولاده. وكان التميمي قد سحب ابنتيه من إلهام الفضالة بعد زواجها من الممثل شاب جوهر، وشارك صورة له برفقة ابنتيه وأرفقها بتعليق: الحمد لله نورت بيتكم حبايبي. وشكلت الصورة صدمة للجمهور، والذي أكد أن اتهامات إلهام بحق زوجها كانت كاذبة، ما بين تعرضها للعنف الأسري والمشاكل العديدة التي جمعتهما، وتعليقها: أنا تطلقت عشان أحافظ على بناتي وسمعتي اللي تأثرت من هالزواج. هلا شلونك؟ زينة. وأنت بتروحين؟ دبي. ليش دبي؟ ليش؟ والله وناس. وكانت إلهام الفضالة قد أعلنت منذ حوالي شهرين طلاقها من خليل التميمي، وشاركت مع المتابعين أسباب طلاقها وتفاصيل زواجها من شاب جوهر، إذ قالت في فيديو نشرته على حساب الرسمي على سناب شات: حرقوا علي المفاجأة، للأسف كنت ناوية أعلن بيوم معين لجمهوري عن زواجي وأعمل ثيم وشغل، لكن خلاص حرقوا المفاجأة. يا اليوم اللي خذيت فيه قرار صحيح عشان أحافظ على بناتي. وأكملت قائلة: كثرت الأقاويل، كنت ما أحب أتكلم عن حياتي الخاصة بالسوشيال ميديا، وأني انفصلت ولا تكلمت عن سبب طلاقي وحياتي المأساوية التي كنت عايشتها. لو أفتح حلقي وأقول رح يكون قنابل مو بالكويت، بالعالم كله. وواصلت: صبرت والحمد لله، جاء اليوم اللي أخذت قراري بالمحافظة على بناتي، وحط خطين حمر عند كلمة بناتي، والكلام لناس معينة لو تمادوا معي رح يفهمون الرسالة ويرجعون شوي للعنف الأسري. تذكروا العنف الأسري، هذا اختصار لموضوع ما أحب أتكلم عن هذا الموضوع أكثر. أنا حبت كيد كيد. ثم قالت: انفصلنا حفاظا على بناتي وحفاظا على سمعتي اللي تأثرت وتأزمت بسبب هذا الزواج، والحمد لله كنت ناوية أفتح صفحة وحياة جديدة، وكنت أخطط أسافر مع بناتي، ووصلت لعمر لا أريد وجعة الرأس، ومن 18 سنة ما حسيت إحساس الزوجة، يمكن متابعيني شافوا ما قد شافوني بمطعم، ولا أريد أن أتحدث أكثر عن هذا الموضوع. وتعرضت إلهام للعديد من الانتقادات بسبب زواجها من جوهر، بالإضافة إلى الهجوم الكبير الذي شنه عدد من الفنانين الكويتيين عليها. سيزدايخة مماكلة غباي بس وديني مطعم.